أسعد الله مساء الجميع مرة ثانية. يعني هذه أحيانا ضريبة التقنية، أنه يعني أنا كنت أول مرة لايف لأكثر من 10 دقائق ومواصلة، وما عرفت إلا لما كلموني في جمعية أشراق جزاهم الله خير. ثاني مرة برضو ما أعرف يعني هل أنا كنت لايف ولا لا. أهلا وسهلا بالجميع، أنا بس برد، أحاول أرد على اللي بيرسلوا لي. يمكن أول 15 20 دقيقة أنا ما راح أقدر إني أنا يعني أتكلم، أرد، عفوا، إني أخذ الأسئلة وأرد عليها. أنا بحاول إن أنا يعني أخليها في النهاية وحنتفاعل وحنرد، لكن في الأول خلوني بس أعطي جزئية بسيطة عن تحديات التعامل مع الأدوية النفسية. يمكن ما في أدوية اتهمت ودخلت قفص الاتهام مثل الأدوية النفسية، ينقال عليها كلام كثير، وأغلبها طبعا يا كانت يا إما إشاعات أو إنها معتقدات خاطئة، يعني ما أخذت حقها يعني في الدفاع عنها. أي متهم له حق إنه يعني يكون في من لو من يدافع عنه، حتى في بعض الدول الأجنبية إذا ما كان هو عنده يعني هي كانت أفورد، يعني ما يقدر يدفع تكلفة محامي، فالدولة بتعين له محامي إنه هو يحامي عنه. وبطبيعة دراستي وفضل الله عليه سبحانه وتعالى، أنا حابة إني يعني أتكلم عن الأدوية هذه، لأنها يعني أنا درستها بشكل عميق ومفصل، بحيث إني أنا أقدر أتكلم من واقع علم الحمد لله، ثم من واقع خبرة ومعايشة طويلة مع المرضى والأدوية ومعالجتهم بحكم تخصصي. يعني التحديات يعني 3 مستويات. التحدي الأول المرض نفسه، الشيء الثاني طبيعة المرضى النفسيين، والتحدي الثالث الأدوية النفسية. خلينا نتكلم على المرض نفسه. يعني ليش المرض النفسي؟ سبحان الله، يعني هو خلل أو اضطراب بيصيب أعقد جهاز مو يعني خلق الله سبحانه وتعالى على وجه البسيطة ever. احنا بنسميه السنترال نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي المركزي، مناطق التكليف. يعني احنا ايش فرقنا عن باقي المخلوقات الاخرى التي لم تكلف؟ العقل. فالمرض النفسي بيصيب، يعني بيكون في خلل في اضطراب معين، والاضطراب هذا يعني غالبا عضوي. احنا بنشوف في تغيرات مورفولوجية، يعني تغيرات شكلية في داخل الدماغ، وفي تغيرات كيميائية. التغيرات الكيميائية بعض الناقلات العصبية، التركيز حقها، كميتها في داخل الدماغ تزيد تنقص، يضطرب إفرازها، هو هذا اللي بيسبب المرض النفسي. فهم المرض والتعامل معه، يعني إحنا بنتعامل مع جهاز معقد راقي، أرقى أرقى ما خلق الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت صعب، يعني فهمه صعب والتعامل معه صعب. يعني حتى الأدوية النفسية، يعني حتى إنهم يكتشفوها ويقدروا إنهم يدخلوا فيها في الأبحاث، الأدوية العادية بتاخذ يعني المراحل البحثية للأدوية العادية ما بين 10 إلى 12 سنة، الأدوية النفسية 16 سنة وزيادة. ليش؟ لأنه التعامل والاستجابة ومعرفة يعني جميع صفات أو خواص هذا الدواء تاخذ وقت. علشان يعتمد دواء نفسي احنا بناخذ 16 سنة، ويمكن هذا أحيانا يفسر لنا سبب يعني ارتفاع سعر الأدوية النفسية. فالمرض النفسي معقد ومنشأه عضوي وليس منشأه يعني الأعراض اللي إحنا بنشوفها. المريض بيشوف نفسه مثلا يعني حزين، عنده ضيقة، طفش، بيوسوس، بيفكر كثير، بيحلل، بيشعر بمشاعر غريبة غير مبررة، هذه كلها أعراض نفسية. فعلشان كده احنا بنقول الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية، لأنه الأعراض
نفسية، غالبيتها نفسية وليس جميعها نفسية، لأنه في بعض الأعراض في أعراض جسدية، فقدان الشهية، قلة النوم أو كثرة النوم، الرجفة اللي أحيانا بتحصل، هذه أعراض جسدية فليس جميعها، لكن غالبية الأعراض المتعارف عليها إنها أعراض نفسية. علشان كذا الناس قد تخلط إنه هو يعني شيء بس مجرد في النفس أو في الوجدان، ما له دخل بالجسد، لكن المنشأ عضوي جسدي. فالمرض النفسي بطبيعته معقد، وبتيجي الأعراض زي ما إحنا قلنا أغلبها أعراض شكلها نفسي، قد تتقاطع أو تتشابه مع كثير من الأعراض اللي إحنا يعني بنمر فيها جميعنا كبشر في حياتنا العادية. يعني مين فينا ما بتمر فيه أحيان يكون فيها حزين، طفشان، ما له خلق، ما يبغى يسوي شيء، ما عنده كثير أمل، أحيانا يحس إنه الناس ضده، زي مثلا مرضى الفصام يحسوا كثير إنه الناس ضدهم. الأعراض هذه ما هي حصرا على الأمراض أو الاضطرابات النفسية، أي أحد فينا قد يشعر فيها، لكن طبعا لما هي تكون مرض نفسي هي بتكون يعني أعراض معطلة، عشان كذا إحنا بنقول هذا اضطراب، لأنها بتعطل وظيفة معينة. زي ما تكلمنا الأسبوع الماضي، أنا ما أقدر أشخص مرض نفسي إلا لما يكون الأعراض هذه معطلة، يعني أنا مثلا طالب بتعطلني أو بتعوقني عن التحصيل العلمي. في أسئلة على تشتت الانتباه، بس خلنا نخلص الجزئية هذه، وإن شاء الله أنا هحاول إني أنا أجاوب عليها، ولو ما قدرنا اليوم نظرا لضيق الوقت، إحنا تعطلنا شوية، ممكن إني يعني نخصص مرة بس آخذ كل أسئلتكم ونرجع نجاوب عليها. فالأعراض هذه أحيانا قد تتشابه مع الأعراض اللي أنا بتمر يعني في حياتي العادية. فالمريض يعني ما يعرف انه هو مريض، قد يفسر انه هذا شيء طبيعي، او هذا حتى لو طالت مدته. احنا دائما يعني البشر، وبالاخص علشان لا اطيح في مطب اني انا والله مريض نفسي او اوصم ان انا مريض نفسي، ايوه طبعا حفسرها انه هذه اعراض عادية نتيجة ظروف، ضغوط، متغيرات الحياة، اشياء كثيرة قد تؤول. And we are really good for justification and يعني إنه إحنا بس نشيل التهمة لو كانت هي تهمة، لأنه للأسف المجتمع ينظر لها كتهمة، لكن هو زي ما قلنا هو مجرد مرض مثل باقي الأمراض. فالتشابه هذا يعني ما يخلي المريض يعرف إنه هو عنده اضطراب، عنده مرض نفسي. وحنتكلم الآن يعني أشياء ثانية، المرض قد أحيانا ما يخلي المريض مستبصر إنه هو عنده مرض نفسي. غالبية الأمراض النفسية بالأخص مثلا الاضطرابات زي مثلا الفصام، الاضطراب الوجداني، البصيرة تكون معطلة، المريض ما يقدر يشوف إنه هو مريض نفسي. بالعكس لو أحد بيقول له إنه هذا، يشعر إنه اللي بيقول له إنه أنت مريض نفسي هذا ضده أو بيضطهده. في مثلا في بلاش بس مش مرضى الفصام والاضطراب الوجداني ثنائي القطب، كمان مرضى الاكتئاب قد لا يرى انه هو مريض نفسي، هو بيقول لك انا يعني انا حزين انا مثلا، وبيطلع كثير اشياء حصلت له بيضخمها، وهذه من طبيعة المرض النفسي، اكسجريت الاشياء الساد اللي حصلت، حتى انه هو ما يقول لك انه هو مريض نفسي، مع انه هو بيكون شاعر بحزن، هو شاعر يعني، هو ما هو منكر لهذا، لكن يعني زي بيسوي لها دراماتايزيشن، حتى انه هو ما نقول انه هو هذا مرض نفسي. في شيء ثاني يعني ما يخلي يعني احد التحديات، المرض النفسي، المرض نفسه ما يخلي المريض يرغب بتناول العلاج أو إنه يقبل على العلاج. مثلا مريض الاكتئاب، أحد السمات التشخيصية لمرضى الاكتئاب إنه هو يكون فاقد، يعني فاقد للأمل، يحس دائما إنه يعني ما في مجال للمساعدة، ما في جدوى من أي شيء، بيكون يعني
خلاص ما في شيء حيصلح، كله عبث وكله ما في فائدة منه. hopelessness and helplessness، الصفتين هذول في مرضى الاكتئاب تخليه يقول لك إنه يعني ما في فائدة من العلاج، وما أبغى أخذ العلاج إنه ما راح يفيد وما راح يساعد وما في أمل وما في فائدة. مثلا مرضى آخرين، مثلا زي مريض مثلا الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، احنا قلنا الاضطراب الوجداني ممكن يكون بيجي بنوبات الاكتئاب، وزي ما قلنا احنا الآن why يعني depressed patients they don't want to take medications، ومرضى وعفوا والنوبات الثانية اللي بتيجي لمرضى الاضطراب الوجداني نوبات الهوس. غالبا نوبات الهوس المريض في عنده grandiosity، إحساس بالعظمة، يحس انه هو ملك، انه هو مصطفى، انه هو مختار، انه هو عنده قدرات عظيمة. اجي انا انزل المريض من عليائه واحساسه انه هو يعني زي ما هم بيحسوا احيانا انه هو المهدي المنتظر، او انه هو انا كانت عندي مريضة تقول لي انا اخلق، يعني استغفر الله العظيم، بس هذا هم اعتقادهم، احساس بالعظمة بيكون اوفر. واجي اقولها انه انت بس مجرد مريضه نفسيه وتعالي خذي علاج، اكيد اكيد ما راح تستجيب، اكيد يعني مخها ما يبغى يصدق الشيء هذا، هي عندها احساس بالعظمه. وانا اقول لها لا، هذا مجرد مرض نفسي، حتى لو هي تبغى تصدق يعني احساس الفرح وال يعني النشوه والانتصار للنفس ما يبغاها، ما يعني ما راح يخليها تصدق انه هي مريضه نفسيه، او حتى انها تقبل على العلاج. تقبل على العلاج اذا هي اقرت او هو اقر انه هو مريض نفسي. مثلا زي مرضى الفصام، مرضى الفصام غالبا بيكون في عندهم شكوك او ضلالات الاضطهاد، انه الناس ضدهم، او انه يعني فغالبا بيقول لك لا، هذه تهمة انتوا حاطينها فيه، انا ما فيني شيء، انتوا اللي ضدي، المجتمع ضدي. او مثلا يكون عنده ضلالات انه هذول اصلا مش اهله، او يعني ما ادري من فين جايين، فلا ما راح يصدقهم. ففي أسباب كثيرة، يعني المرض النفسي فعلا تحدي. فالمرض بادئ ذي بدء صعب، ما راح يخلي المريض إنه هو يعني يصدق إنه هو مريض، وما راح يخليه يعني حتى لو صدق ما راح يخليه يقبل على العلاج. فهذا يعني التحدي الأول اللي هو المرض. التحدي الثاني المريض، احنا زي ما قلنا التقاطعات والتشابكات هذه والتشابهات ما راح تخلي المريض انه هو يقبل على العلاج. وطبيعتنا احنا كبشر، وبالاخص المرضى النفسيين، يعني وطأة المرض، واحيانا عدم يعني معرفة ودراية الاهل، عدم وعينا احنا كمجتمع، يعني ما بيكون في تعاون. في واحدة من الأشياء اللي كثير بتصادفنا إنه إحنا ما بنشوف الحالات يعني for the first time، يعني هذه أول حالة. عادة المريض بيجي يعني بشبه إزمان، بتكون الحالة الثالثة أو الرابعة. ليش؟ لأنه عادة الحالة الأولى رقم واحد المريض يؤولها، أو وأهل المريض بيساعدوا في الشيء هذا، إنه هذا حسد أو سحر أو عين أو ظروف. ما في أحد يؤول إنه هذا فعلا مرض نفسي. ليش؟ زي ما قلنا إنه غالبية الناس، طبيعة البشر، تبغى تتهرب من إنه هو هذا مرض نفسي. يعني في له وطأته سبحان الله، يعني ما يبغى يعني يقول إنه هو هذا مرض نفسي، سواء كان هو أو أحيانا الأهل. فما يجينا إلا بعد ما تكون الحالة يعني تفاقمت وتدهورت، وغالبا دخل في مرحلة الإزمان. دخل في مرحلة الإزمان معنى كده إنه العلاجات حتاخذ وقت أطول بكثير، ويمكن يحتاج جرعات أعلى، والفترات طويلة جدا، أحيانا قد تكون إلى مدى الحياة. فهذا كمان أحد يعني التحديات الصعبة اللي إحنا بنواجهها. شيء ثاني، يعني الشيء الثالث اللي هو للأدوية النفسية. الأدوية النفسية ما تشتغل، يعني ما بتعطي مفعولها، الريسبونس الأونست أوف أكشن حقها. يعني أنا مثلا عندي صداع، آخذ دواء حق الصداع، في خلال نص ساعة ماكسيمم
كل الأعراض اختفت. لكن الأدوية النفسية حتى إنه المريض يتشافى أو يعني منها بتاخد وقت طويل جدا. ليش؟ لأنه إحنا زي ما قلنا إحنا بنتعامل مع أعقد وأصعب جهاز خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، معقد جدا. يعني لو تشوفوا أنتوا بس الدواء النفسي علشان يجتاز اللي هو blood brain barrier، الحاجز هذا، بيحتاج صفات معينة وتصنيع معين وخاصية ذوبان معينة، يعني ما هي سهلة. وحتى إنه هو يتعامل مع الدماغ، المستقبلات العصبية، تحدي كبير. فعلشان كده بياخد وقت. وإحنا قلنا يعني من شوية قلنا إنه عادة المريض ما بيجي فرش، ما بيجيني في النوبة الأولى، بيطول النوبة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. يعني ذاك اليوم في أحد بيكلمني على حالة النوبة السابعة ولسه يعني ها هم ما هم، يعني مع إنه الأعراض يعني واضحة جدا، لكن زي ما قلنا إنه إحنا كثير بنتأخر علشان نجيب المريض أو إنه المريض يرضى إنه هو يجي معايا للعلاج. فالأدوية النفسية بتاخد وقت طويل حتى إنه هي يعني تعطي لي مفعول. وفي الأثناء هذه المريض بيطفش، بيفقد الأمل، أحيانا بيفقد الثقة فيني أنا كمعالج. أنت قلت لي إن أنا حاخذ الدواء هذا وحطيب، لكن في طريقة طبعا للتعامل مع يعني ال long onset of action هذا. في أدوية مساعدة بتساعدني ويكون مفعولها سريع، أعطيها لغاية ما الدواء الرئيسي اللي أنا بعطيه اللي هو فعلا للمعالجة وليس فقط للتهدئة وليس فقط لإراحة الأعصاب أو إرخاء الأعصاب، على ما الدواء الرئيسي ياخذ مفعول. ففي إمكانية إني أنا آخذ، يعني إني أتعامل مع الشيء هذا. في أنا ماني عارفة إيش الكلام، في لغة غريبة بتظهر عندي. كمان شيء ثاني من الأدوية النفسية إنه الآثار الجانبية لها كثيرة. طبعا هو أي دواء أنا باخذه في له آثار جانبية، والأثر الجانبي يعني إحنا بنقول إنه هذا شيء نسبي. أنا كيف أنظر للدواء، أنا إيش أبغى منه وإيش ما أبغى منه. أنا لما أكون أعرف المريض بشكل جيد وأعرف الأدوية اللي بين يديني، الأدوات اللي أنا هستخدمها أعرفها بشكل جيد، أقدر إني أوظف الدواء المناسب لهذا المريض بحيث إن أنا ما يكون عندي تقريبا زيرو سايد افكتس. يعني مثلا أدوية تسبب، أغلب الأدوية النفسية تسبب السمنة. مرضى الاكتئاب، أو ليس جميع مرضى الاكتئاب، مرضى الاكتئاب، بعض أمراض القلق والتوتر، بعض أمراض الفصام، المريض بيكون رافض الأكل ويصاب بالهزال. أقوم أنا أستخدم له نوعية الأدوية اللي هي يعني ممكن ترفع الوزن، تفتح الشهية، تزيد الوزن. فالأشياء هذه أنا هنا وظفت الأثر الجانبي وخليته زي كأنه هو أثر علاجي أو أثر إيجابي وليس أثر جانبي. زي ما قلت لكم الموضوع نسبي، أنا كيف بنظر للموضوع. الأدوية اللي قد تسبب النعاس، هذا أخذها وأعطيها للمرضى اللي هم يعني ما هم قادرين يناموا في الليل، مرضى الأرق. يعني حتى مثلا لو مريض مثلا عنده فصام، مريض عنده اضطراب وجداني، لكن هو في عنده مشكلة إنه هو ينام، أوظف الأدوية اللي لها آثار جانبية، يعني بتسبب أكثر نعاس، بتسبب أكثر خمول، وأنا أستخدمها للمريض هذا. إيش في كمان من الآثار الجانبية؟ مثلا في بعض الآثار الجانبية اللي هي جفاف الفم، أنا أقدر إني أوظفها للمرضى اللي في عندهم كثير، يعني عفوا اللعاب عندهم كثير، في عندهم سيلوريا، إحنا
اللي هي يعني كثرة إفراز اللعاب، حيساعده كثير، يعني حيخلصني من شيء أنا موجود. هو أنا كيف أنظر؟ أول شيء لازم أكون أعرف مريضي. أنا إذا عرفت المريض وإيش بيعاني وإيش عنده، وظائف الكلى، وظائف الكبد، استخدم له العلاج. يعني مثلا مريض في عنده قصور في الكلى، ما أروح أعطيه دواء يعني بيكون طريقة التخلص منه عن طريق الكلى، لا، يكون طريقة التخلص منه أكثر عن طريق الكبد. فهي لسه الناس تسأل على أدوية فرط الحركة. فالآثار الجانبية أنا أقدر أوظفها بحيث إني أفيد فيها مريضي، وأنا في عندي فرايتيز، في عندي كمية. اللي يقول لك إنه إحنا وصلنا لطريق مسدود وما في أدوية يعني تساعد المريض، الكلام هذا مش صح. إحنا في عندنا ليفلز، في عندنا لاينز، في خطوط كثيرة من العلاج، في يعني وأقدر إني أنا أختار، يعني أسوي تفصيلة كذا للمريض، أخذ الدواء يعني اللي تفصيلته أفضل شيء تناسب المريض هذا، بحيث إنه الآثار العلاجية والآثار الجانبية كلها تصير آثار علاجية مناسبة لهذا المريض. هذه فيما يخص الآثار الجانبية. أحد التحديات اللي بتواجهنا إنه الناس تعتقد إنه الأدوية النفسية هذه مخدرات، مجرد مهدئات. ليش؟ بدايات اكتشاف الأدوية النفسية كانت في الخمسينات القرن الماضي، وزي أي يعني أي دواء، كانت الأدوية المكتشفة at that time كانت هي المثبطات generalized suppressants، اللي هي بتثبط عمل الدماغ بشكل يعني لا انتقائي، فبتسوي لي تثبيط عام للدماغ علشان المريض لا يتهيج، علشان المريض لا يمشي ويتكلم مع نفسه، لا يقول لأحد إنه أنتوا ضدي، جميع الأشياء خلاص، يعني خليه بس يهدى وخلاص، خليه ينام، خليه يهجد، يعني هذا، وهذا هو اللي كان متاح. لكن فضلت يعني الليجاسي هذا، الميراث هذا، يعني حمل بطريقة خاطئة لغاية الآن. العلم الآن تطور كثيرا، مجال الأدوية النفسية من المجالات التي تعتبر حديثة، والتطور فيها كان تطور ما شاء الله كبير، وأوجدنا أدوية يعني مور سبيسيفيك، مور سيلكتيف، بحيث إنه هي تعالج العرض أو المرض هذا بالأخص، ما تسوي له تثبيط عام أو تحفيز عام، لا، تكون بشكل انتقائي. المريض هذا إيش عنده؟ مثلا اكتئاب، مثلا مع أعراض ذهنية، حاخد فيه أدوية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، سواء كانت الأمريكية أو حتى السعودية، أخذ الأدوية اللي تعالج الاكتئاب، يعني أعراض الحزن وفقدان الدافعية والرغبة في الحياة ونقص الاهتمامات، آخذ الدواء المخصص للاكتئاب. مثلا إذا كان في معاه أعراض دهانية، أعراض دهانية مثلا إنه الناس ما تحبني، إنه أنا مثلا فيني عيب، أنا فيني شيء، آخذ الدواء المخصص. في أدوية مخصصة يعني انتقائية لدرجة إنها تعالج هذا. ممكن في أدوية تعالج الاكتئاب على حدة، في أدوية تعالج الفصام على حدة، في أدوية تعالجهم الاثنين، في أدوية للاضطراب الثنائي، معدلات المزاج. فالمجال العلم يعني صناعة الأدوية تطور، ولله يعني الفضل والمنة، بشكل كبير، بحيث إن أنا أحصل الدواء الخاص لكل مريض، بحيث إن أنا أعطيه بيور افكتس وبدون ما يكون في عندي سايد افكتس. فيعني لا نخاف كثير ونقول إنها هذه مخدرات ومهدئات. الشيء الثاني اللي هي أحد الإشاعات أو الاعتقادات الخاطئة، إنه الأدوية النفسية تسبب الإدمان. إحنا المرة الماضية لما تكلمنا في أدوية التشتت، قلنا إنه الطفل اللي بياخذ المنشطات اللي هي المتهم الأول إنها تسبب الإدمان، قلنا إنه احتمالية إنه هو يصبح مدمن فيما بعد
بتقل تقل تقل أيوة نعم تقل بنسبة 85%. يعني هو ما زاد عنده إدمان ولا أدمن، بالعكس لو قارناه بطفل ما أخذ المنشطات هذه، ذاك عنده النسبة إنها أعلى منه ب 85%. تخيلوا الأدوية النفسية من فين جاء المعتقد هذا. الأدوية النفسية يعني بعيدا عن أدوية التشتت، إحنا ما بنستخدم كثير المنشطات فيما عدا فرط الحركة وتشتت الانتباه. في حالات يعني بسيطة لها مبرراتها أو مسوغاتها العلمية. من فين جت يعني الفكرة إنه الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟ لأنه الناس بتشوف إنه يعني إحنا زي ما قلنا الأمراض النفسية بطبيعتها مزمنة، والمريض ما يجيني إلا لما يكون في النوبة الرابعة الخامسة السابعة، يعني زي ما إحنا شفنا ذاك اليوم. فشيء طبيعي انه يعني انا يعني المريض اول شيء ما راح يعني ما راح يعني will not recover، ما راح يتعافى معي بسرعه، والادويه النفسيه بتاخذ وقت طويل لهذا، والعلاج غالبا اذا كان بعد النوبل هذا بالاخص المرضى الفصام والاضطراب الثنائي قد يكون مدى الحياه. فلما انا اوقف العلاج وانا لازلت في المراحل الأولى، أو أنا والله مريض أستدعي أن أنا أخذ العلاج لفترات طويلة قد تستدعي أنها مثلا تكون مدى الحياة، وأنا جيت وقفت العلاج إيش هيحصل؟ زي ما قلنا المرة الماضية، لو أنا مريض سكر، لو أنا مريض ضغط ووقفت العلاج حقي إيش هيحصل؟ السكر والضغط في نفس اليوم حيرجع يرتفع، مش ثاني يوم، في نفس اليوم حيرجع يرتفع. لا وزيادة أنا ممكن أحصل في عندي زغللة في العيون، غثيان، دوخة، ما أقول عليهم إن هم المريض أدمن على دواء الضغط ولا على دواء السكر، ولا قد سمعته. أنا شغالة في المجال هذا من فترة طويلة ما قد سمعت إنه أحد قال والله أنا أدمنت على دواء السكر ولا أنا أدمنت على دواء الضغط أو أي دواء، إنه هو مجرد ما يوقف يعني ترجع الآثار الأصلية للمرض، ما أحد يقول الكلام هذا. لكن احنا المرضى النفسيين مجرد انه هو وقف ورجعت اعراض المرض الاصليه، واحيانا يعني علشان انا لا اكون تماما منحازه للادويه النفسيه، ايه احيانا بترجع معاها بتكون ممكن تكون اكسجريت يعني شويه اعلى. ليش؟ لان انا اخليت بتوازن. انا لما بعالج المريض النفسي انا بعالج المريض النفسي على ايه؟ عشان ايش؟ احنا مش قلنا بكون في اضطراب أو خلل في تركيز وتوازن الناقلات العصبية، أنا بكون خلاص بادية إني يعني خلي المريض يستقر وأسوي فيه توازن في معدل الناقلات العصبية، اللي هي بالتالي حتحسن لي باقي يعني الاضطرابات اللي داخل الدماغ. أجي أنا أسوي فجأة كده أوقف الدواء. أنا كان في عندي أنا لو موية بس كده ماسكتها في كوب ووازنتها، مجرد ما انا كبت فيها يعني حتسوي لي امواج وحتسوي لي هذا، ما بالكم دماغ. يعني جهاز دقيق وحساس، حساس جدا، احنا بنحس على فكرة من خلال الجهاز هذا. فلما انا اوقف العلاج انا خليت بتوازن. انا توني وغالبية الناس بتوقف العلاج يعني بريماتيورلي، يعني بشكل جدا جد جدا مبكر، فشيء طبيعي انها ترجع للاعراض الاصليه، ويمكن احيانا تكون يعني نفسها زايده شويه، لان انا خليت بالاتزان اللي انا لسه يمكن ما حافظت عليه بحيث انه يوصل للاستقرار. من هنا جاء الاعتقاد الخاطئ نتيجه جهلنا للاسف بطبيعة المرض النفسي وبطبيعة الأدوية النفسية وكيفية الاستجابة، لكن هي لا تسبب الإدمان على الإطلاق. في يعني أنا يعني الفترة من حياتي اشتغلت مع منظمة الصحة العالمية، وكنا بنطلع الإرشادات العالمية للأدوية النفسية والأدوية الألم. أحد الأدوية اللي ممكن حتى بيستخدموها المدمنين المورفين، أعتقد أنكم كلكم تعرفوا المورفين. المورفين هذا للأسف هم بيستخدموه استخدام ريكريشنال خاطئ،
لكن هو دواء رب العالمين خلقه، سبحان الله، يعني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ومش هذا دعاء السفر، احنا هذا بنقوله لما يكون في لما بيكون في يعني تسخير جميل من رب العالمين. الأسئلة ابتدت تتوارد، فلما في يعني أنا مع الأسئلة. طيب إحنا حنحاول، أنا ححاول زي ما قلت لكم في النهاية إني يعني أجاوب على الأسئلة هذه كلها، بس امهلوني شوية. لا تتشابه. ف يعني سبحان الله، لما بيكون في، أنا نسيت الجزئية اللي أنا كنت بتكلم فيها. إحنا إيش كنا بنتكلم؟ تقولي نسيت جل من لا يسوى، سبحان الله. خليني بس ايوه، دعاء السفر. لا هو مش دعاء السفر، هو يشبه طبعا نفس المقطع، لكن لما رب العالمين سبحان الله يعني بيسخر لنا شيء معين، احنا بنقول. لما كنت انا شغالة في المورفين، هذا هو دواء يعالج، يعني يعالج الألم، يقضي على الألم. يقول لك مرضى العمليات الجراحية لما بيكون يعني they are in pain، هم يعني في حالة ألم، بالأخص بعد العمليات الجراحية، مثلا مرضى القلب المفتوح مؤلمة، يقول لك لو المريض هذا حياخذ العلاج اللي هو المورفين اللي الناس تستخدمه فعلا في يعني خارج المجال الطبي، تستخدمه للإدمان، يقول لك المريض ياخذه 30 يوم متتالية وما يدمن. يا الله، واحنا نشوف اللي في الاستخدام اللي هو الترفيهي هذا، يعني واحد ياخذ علشان ينبسط، علشان يسهل شوية، يومين ثلاثة ممكن يدمن. ليه؟ إيش الفرق ما بين هذا وما بين هذا؟ الاحتياج. دائما أقولها وأكررها، لما بيكون في احتياج ما يحصل إدمان. ليش؟ لأنه الدواء يروح للمستقبلات الخاصة فيه. يعني أنا مثلا مريض عندي ألم، أنا مريض عندي وسواس، أنا مريض عندي تهيج، أنا مريض عندي تشتت انتباه، لما آخذ مثلا المنشطات اللي هي يعني بتسبب الإدمان، حتروح مثلا تشتت انتباه، حتروح للمستقبلات المسؤولة عن التركيز والانتباه، تسوي لها إشباع، توازن، ما راح تسبب لي إدمان. زي لما أكون أنا في عندي نبتتين في البيت، واحدة خلاص رويانة، لو أحط لها موية زيادة، يعني هذا ريكريشنال يعني ترفيه، إيش حتسوي؟ الجذور حتتعفن، أنا حشوفها يعني بدل ما هي تزدهر وهذا، لا حتتعفن. لكن لو أعطي أنا نفس الكمية من الموية هذه أعطيها لنبتة عطشانة، نبتة ما راح تتعفن، وما راح تذبل، وما راح تبتدي الأوراق تتساقط من ثقل الموية. لما بيكون في احتياج، الدواء بيروح للمكان اللي هو محتاجه، بيشبعه. لكن لما يكون في فرط، لما يكون في إسراف، سبحان الله، ديننا لا إفراط ولا تفريط. فهذا الذي يسبب الإدمان، يسبب التعود، لأني أنا عطلت أصلاً وظيفة أساسية في الجسم. لما أنا أعطي إحنا داخل يعني أجسادنا بشكل عادي، يعني أنا مثلا الآن وأنا جالسة بتكلم منفعلة كذا وبسوي في يدي، ترى هذه ممكن كانت تتعور، لأنه أنا في هنا مستقبلات حسية للألم، لكن ما أحس فيها لأنه في مواد طبيعية، الإنكفالين والإندورفين هذه بتاخذ أي ألم إني أنا ممكن أحس فيه. أنا لما آخذ مثبطات ألم من الخارج وأنا ما عندي ألم،
تبهوا وانا ما عندي الم، فانا بعطل افراز مضادات الالم الطبيعيه الناتشرال اللي بتفرز موجوده داخل جسمي. نفس الشيء بالنسبه للمنشطات، نفس الشيء بالنسبه للمهدئات لمثبطات الالم، نفس الفكره. طالما في احتياج ما راح يحصل ادمان. المريض النفسي محتاج، ما راح يدمن، هو حياخد هذا علشان يعالج خلل معين، اضطراب معين في التركيز، في يعني احنا بنقول التغيرات الشكلية المورفولوجية، هذه احيانا يعني احجام اشكال هذه كلها بتروح تعالجها، ما راح تروح المكان ثاني بحيث انه هي تسوي لي يعني ادمان او سبويلج زي ما احنا بنقول، تدليل مفرط للموضوع هذا. هذا فيما يخص في 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 أسئلة، واحدة من الأسئلة الإدمان. طبعا الإدمان يعني سألت هنا، هو هذا السؤال اللي خلاني شوي أني أتوه معاكم. الإدمان يعني أني أنا شيء، يعني أنا ما أقدر to function، أنا ما أقدر أني أنا يعني أحافظ على الوظائف الطبيعية بدون المادة هذه، وعادة تكون مادة خارجية. الإزمان يعني شيء يطول مزمن، يعني من الزمن. غالبية الأمراض النفسية إحنا قلنا مزمنة، وبالأخص اللي هي زي مثلا الذهان، الاضطراب الثنائي، الاكتئاب وأمراض التوتر، إذا ما كانت مثلا يعني تكررت بشكل كبير، يعني ما إن شاء الله ما تصير مزمنة. أحياناً الأمراض النفسية التي قد تحدث نتيجة يعني بتكون سكندري، بتكون ناتجة مثلاً عن خلل عضوي، ناتجة عن يعني مثلاً زي بعض أحياناً أمراض مثلاً مرض السكري، مثلاً بعض الأمراض العصبية زي الصرع، هذا قد تؤدي إلى أعراض نفسية. علاجها يكون بمعالجة المسبب الأول، لكن هي بطبيعتها المرضى الأمراض هذه قد تكون نفسية. في سؤال جاني إنه بيقول دكتور أنا لا أرغب بتناول العلاج، يعني إنه هو محتاج لدواء نفسي لكن لا أرغب بتناول العلاج النفسي، ماذا أفعل؟ إحنا كبشر، إحنا زي ما قلت إحنا أغلبنا يعني ما نحب الأدوية بادئ ذي بد، طعمها مر ولازم أتذكر وآخذها وكذا. لكن يعني خلينا كده نوقف وقفة مع النفس. أنا أشوف أنا لو أخذت الدواء النفسي أنا إيش هكسب وإيش هخسر؟ إحنا الآن بالكلام اللي إحنا تكلمنا فيه هذا يعني بشكل مبسط ومختصر، غالبيتها هتكون مكاسب، شوية أعراض جانبية، وزي ما قلنا لو أنا عرفت يعني الدواء المناسب لي أقدر إني أوظف حتى الأعراض الجانبية بحيث إنه هي تعطيني آثار علاجية إيجابية لي. لكن إيش اللي ممكن أنا أخسره لو ما أخذت الدواء النفسي؟ مرضى الاكتئاب، عدم جدوى الحياة، غالب الأحيان ما يقدر ينزل شغله، لو هي أم بتشوفها يعني بس منسدحة في غرفتها، البيت، الأولاد، ما تطبخ، ما تسوي وظائفها. أغلب المرضى النفسيين ما يقدر، وإحنا علشان كده بنقول إنه هذا مرض نفسي. زي ما قلنا إحنا الفيصل إني أقول إنه هذا مرض نفسي أو إنه هذا مجرد عرض من أعراض الحياة، إنه يكون في تعطيل للوظيفة. أم ما هي قادرة تقوم بواجباتها تجاه أطفالها، ولا زوجها ولا أطفالها ولا بيتها ولا حتى طبعا عملها في الخارج. موظف ما هو قادر ينزل شغله، ولو نزل ممكن يسوي مشاكل مع مديره مع زملائه، يخربط يعني ما يؤدي بشكل صحيح، بحيث انه هو يعني يسوي مشاكل يسوي. لما يكون في التعطيل هذا، انا اقول انه هنا صار في مرض نفسي. انا اوازن اشوف يعني لو أنا أخذت الدواء النفسي أنا أقدر أرجع لحياتي، أرجع لوظيفتي، أرجع لأولادي، أرجع لنفسي،
أرجع أنا طبيعتي. المرض النفسي بياخذ الإنسان حتى من نفسه، واللي عندهم أمراض نفسية يقدر يفهم الكلام هذا. يعني أنا كثير المرضى كانوا يقولوا أنا مو نفسي، الأهل يقول لك يعني أكيد هذه مو بنتنا، هذا مو ابننا. أشوف وقفة أمينة مع النفس، أنا إيش حكسب وأنا إيش حخسر، وأشوف وأقارن. صدقوني لو أنا كنت يعني أمين مع نفسي أو أمينة مع نفسي، غالبا كفة العلاج هي اللي حترجع. هذا حتى يعني مذهب ديننا الحنيف. في كمان احنا قلنا الإدمان والإزمان، وفي أشياء ثانية. طب هل مثلا في تحاليل خاصة للأدوية النفسية؟ بعض الأدوية النفسية زي مثلا دواء الكلوزابين اللي يستخدم في الفصام أو اضطراب هذا، لكن هو غالبا في الفصام. أيوة في تحليل إني أعرف مستوى العلاج داخل الدم. في الكاربامازيبين هو أحد مثبتات معدلات المزاج، في أيضا له تحاليل. وفي الليثيوم كمان في له تحليل إني أقيس مستوى العلاج داخل الدم. هم هذول الثلاث أدوية اللي أنا أقدر إني يعني أقيس متى تبدأ الأعراض في التحسن بعد تناول الدواء. طيب حلو السؤال هذا. أول شيء حسب الحالة، يعني أول شيء هل هي مثلا حالة متأخرة؟ حالة متأخرة أكيد حيتأخر يعني التحسن. مرضى الاكتئاب عادة بيستجيبوا بشكل أسرع للعلاج من مرضى الفصام، ومرضى بالأخص من مرضى الفصام. التحسن بيكون في خلال أسبوعين ثلاثة لمرضى الاكتئاب، وعادة في جميع الأمراض النفسية التحسن عادة للأعراض الجسدية. الأعراض الجسدية بيكون أسرع بكثير من تحسن الأعراض النفسية أو الوجدانية. يعني مثلا أشوف إنه الشهية يعني بسرعة بتتحسن في خلال الأسبوع الأول، النوم يتحسن، النشاط أو الخمول الجسدي يعني معدل الطاقة الجسدية هذه كلها تتحسن في خلال الأسبوع الأول أو الثاني بالكثير، وبعد كذا تباعا يعني يبتدي التحسن في الأعراض الوجدانية أو الأعراض النفسية. زي ما قلنا مرضى الاكتئاب، مرضى القلق، الأرق، التوتر بيستجيبوا يعني الأدوية يعني بتشتغل معهم بشكل أسرع من الأدوية الفصام أو الذهان. أدوية الفصام ممكن تاخذ يعني حتى 6 أسابيع. طب أنا إيش أسوي في الحالة هذه؟ في الحالة هذه اللي أنا قد ألجأ إلى بعض الأدوية المساعدة الجانبية، مثلا المهدئات، بعض معدلات المزاج التي تعمل بشكل أسرع، أساعد المريض بحيث أنه هو يعني يتجاوز الفترة هذه. وسبحان الله في شيء يعني كمان في فترة العلاج الأولى تخلي يمكن المرضى شوية يعني ما يحبوا الأدوية النفسية، إنه الفترة الأولى من العلاج بنشوف فيها أصعب الأعراض الجانبية، الغثيان، اضطراب يعني أحيانا التفكير، الأجيتيشن يعني التهيج، التوتر الداخلي هذا. لكن يعني أنا أحب أطمئن المرضى وأهاليهم، جميع الأشياء هذه في لها علاجاتها. إحنا في عندنا العلاجات المساعدة أو المساندة، يعني أساتذتي ودكاترتي اللي علموني في الطب النفسي يعرفوها بشكل جيد. ولو المريض بيعاني من الأشياء هذه لا يسكت ويتكلم ويقول إيه الدواء مو هو بزين وهذا خلاص وأنا بوقف من نفسي، اتكلم مع طبيبك، اتكلم مع المعالج، قول له أنت بإيش بتحس. شيء يعني رائع لما يكون في مشاركة في اتخاذ القرار فيما يخص العلاج. أنا أكون صريح معه، أنا إيش يعني إيش الأعراض اللي عندي، إيش بحس، ما أوقف العلاج من نفسي، وأعطيه تشانس إنه هو يعرف أنا يعني أنا إيش الأعراض اللي عندي حتى إنه هو يعالجها بشكل متكامل.
في أسئلة ثانية؟ أنا ماني شايف. ما أقدر إني يعني أوقف العلاج النفسي. أنا يعني زي ما قلنا لابد يعني من استقرار الأعراض على الأقل، على الأقل لمدة 3 إلى 6 أشهر. إحنا الآن يا جماعة لما ناخذ أنتي بايوتيك أبو 5 أيام، يعني هو مفروض 7 أيام، يقول لك لا توقف قبل 7 أيام. ليش؟ في له أسباب، علشان أنا والله لا أكون بكتيريا مقاومة لهذا. نفس الشيء العلاج النفسي لازم لازم يعني إني ألتزم بالتعليمات الجايد لاينز العالمية. لازم لابد من استقرار، يعني استقرار فعلا. والاستقرار ما يكون والله أنا يومين خلاص استقريت إني أروح أوقف العلاج، 3 أو 6 أشهر تستقر الحالة. هذا بالنسبة يعني إذا ما كانت مثلا، يعني ما كانت النوبة اللي بعد الثالثة، أكثر من 3 نوبات عادة أحتاج الفترات أطول في المعالجة. لكن النوبة الأولى، النوبة الثانية، لو كانت فعلا النوبة الأولى والنوبة الثانية، ممكن بعد 3 إلى 6 أشهر من استقرار الحالة، مش بس مش من بدء التحسن، لا استقرار، يعني الحالة مستقرة تماما، ما في تفاوت ما بين يوم والثاني، الحالة مستقرة، أغلب الـ الأعراض اللي بيعاني منها المريض انضبطت، أقدر إني أنا بعد 3 أو 6 أشهر إذا كان هذه النوبة الأولى أو الثانية، أقدر إني أنا بالتدريج أخفف العلاج وأوقف. ولو أثناء تخفيف العلاج هذا حصلت إنه الأعراض بتعود مرة ثانية، معنى كده إنه التحسن المطلوب أنا لسه ما وصل، لابد إني أرجع الجرعات إلى ما كانت عليه وأستمر عليها الفترة الثانية. يعني also another 3 to 6 months، ما أقدر إن أنا أقل عن 3 أو 6 أشهر لما أنا أرجع مرة ثانية. إذا شفته وأنا بسحب العلاج إنه رجعت الأعراض، لازم أرجع للجرعة اللي أنا كنت عليها وأكمل على الأقل لمدة 3 أو 6 أشهر. في أسئلة ثانية؟ في كثير ناس كانت يعني من موضوع تشتت الانتباه وفرط الحركة، كثير كثير يعني تكرر علي السؤال هذا. هل في عندي اعتقاد بأن الأدوية النفسية ليست إلا مهدئات؟ احنا جاوبنا على يمكن السؤال هذا، قلنا إنه يعني سبب هذا يعني الأدوية اللي كانت في البداية، وإحنا لازلنا نستخدم بعض الأدوية هذه أحيانا. أيوة أحتاج إن نهدي المريض، مريض مثلا متهيج جدا يفكر في الانتحار، يفكر إنه يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين، لازم استخدم مهدئ، لازم للحفاظ على سلامة المريض وذويه. لازم إن أنا أستخدم في الحالة هذه أستخدم مهدئات لغاية ما العلاج النفسي يأتي، يعني العلاج النفسي الأساسي الرئيسي يعطيني مفعوله. لكن هي في بعض منها نعم مهدئات، ولكن ليس جميعها مهدئات. في بعض الـ الأثر العلاجي أو هذا بيكون مهدئ، وهذا مطلوب، هذا مطلوب، لأنه في كثير من الأعراض النفسية بتكون فيها تهيج يعني أو زيادة انفعال، فأنا بحاجة إني أنا أعطي مهدئات، أو إنه الدواء نفسه يكون في من ضمن الخواص العلاجية له إنه هو يكون مهدئ. نرجع لموضوع تشتت الانتباه وفرط الحركة. مع الكبر الإنسان كل ما بيكبر، كل 5 سنوات الأعراض بتقل، وبالأخص يعني أعراض فرط الحركة. أعراض فرط الحركة تخف، حتى يمكن يعني تختفي، يعني على سن 20 25 قد تختفي. لكن تشتت الانتباه، إذا كان الطفل يعني عنده تشتت انتباه، يعني ممكن يستمر إلى الكبر لكن بصورة مخففة، لأن احنا نقول كل 5 سنوات بتقل الأعراض، الفيفث بيرسنتايل. ف
احتاج اني انا اواصل العلاج، نعم احتاج اني انا اواصل العلاج علشان احافظ على التركيز وعلى الانتباه، واقدر علشان التحصيل الدراسي وفيما بعد التحصيل الوظيفي والنجاح الوظيفي او الاكاديمي. في اسئلة ثانية؟ اعتقد انه احنا كذا خلصنا كل الاسئلة. شاكرة ومقدرة للمشاركات وللأسئلة وللردود والكمية الهارتس اللي أنا شايفتها، يعني they made my nights. Thank you، وأشوفكم إن شاء الله على خير، وبحول الله، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى النفع يعني للجميع، وأرجو يعني اللي استفاد من المعلومات هذه إنه هو ينشرها ويعطيها يعني لغيره. في ناس كثيرة يعني محتاجة كمية المعلومات الخاطئة يعني حول الأدوية النفسية، يعني غير مسبوقة. كل الأدوية بيكون في حولها اتهامات وكذا، لكن بصراحة مش مثل الأدوية النفسية، ويمكن هذا سبب زي ما قلت إنه إحنا نجهل. إحنا دائما الشيء اللي نجهله ونأوله دائما يعني تأويل خاطئ، ما في تأويل، تأويل خاطئ بسبب عدم معرفتنا يعني بطبيعة المرض، وأحيانا حتى بطبيعة الأدوية النفسية. جزاكم الله أنتم كمان خير، الناس اللي هذا، واستودعتكم من لا تضيع ودائعه، في أمان الله.